خلينا نروح للموقع الإلكتروني لمصراوي تحت عنوان مصدر حكومي إعلان حركة المحافظين غدا. قال مصدر حكومي أنه من المنتظر الإعلان غدا الأربعاء عن حركة محافظين جديدة. وأوضح المصدر في تصريح لمصراوي أن المحافظين الجدد يؤدون اليمين الدستورية غدا الأربعاء. وفي وقت سابق أشارت مصادر إلى إجراء حركة محافظين قبل أيام من التعديل الوزاري المرتقب، لافتة إلى أن أبرز الراحلين محافظ أسوان، بني سويف، محافظ الأقصر، محافظ البحر الأحمر. أستاذة ماجدة، فكرة التقييم كل فترة مش معناه إن يعني بيكون في تشكيك مثلا من قدرات أحد المحافظين، بل بالعكس، يعني سواء التقييم للسلب أو للإيجاب، لكن فكرة الخبرات والإفادة اللي ممكن تتنقل من مكان للتاني، من محافظة للتاني، ويكون في كمان أهداف أكبر إحنا بنتمناها، فعشان كده بيكون في مرحلة التقييم ده. أهمية ده إيه؟ شوفي حضرتك، هو دلوقتي في المحافظين بالذات احنا مش محتاجين المحافظ اللي هو قاعد على المكتب، اللي قاعد في التكييف مستني الموظفين الوزارة اللي هم بيعيقوا اي تقدم، لان دول يعني ممكن يكون واحد في الوزارة بقى له 20-25 سنة ضد مثلا انه يبقى فيه تغيير، او خلاص هو سيستم نفسه مع المحافظ الموجود وخلاص الدنيا بقت زي الفل، فالتغيير ده هيعمل له مشكلة. فالمحافظ لازم ينزل الشارع، يكون في نزول في الشارع، تواجد مع المواطن، يشوف المشاكل ايه، أزمة المرور، اي مشكلة لازم يكون في الشارع. خلاص حكاية ان المحافظ اللي قاعد على مكتبه دي فترة وانتهت، احنا مش في المرحلة دي خالص، احنا في مرحلة انزل وشوف وتابع محافظتك بنفسك. لو هتروح مكتبك يبقى بعد ما تلف في الشارع، بعد ما تعرف النهاردة عندي منطقة سين، منطقة صاد، بلف بروح كل مكان، ومش لازم برضو أقول لهم أنا رايح فين عشان ما يفضلوش بقى يحطوا لي زرع وورد والكلام. العمل الميداني. العمل الميداني ده الأهم. البس هدوم كاجوال كده لذيذة وانزل. احنا كان عندنا رئيس حكومة المهندس إبراهيم محلب، كنت بتلاقيه لابس قميص وبنطلون ونازل في أي حتة، تلاقيه موجود متواجد في الشارع. والمفاجأة مهمة كمان، الناس نفسها كانت حاسة ان في تغيير، في حاجة جديدة، ما تعودوش على ده، ما تعودش ان هو يبقى في مكان عمله، في موقف ميكروباص، في مش عارف في مصنع، يلاقي رئيس الحكومة قدامه. وطبعا كل ده كان وفق توجيهات وتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني حضرتك بتصحي الصبح تلاقي ده كان الفجر مش عارف في جبل الجلاله الساعه 6، ده كان في الكليه الحربيه، ده كان في مبنى وزاره الداخليه. فطول النهار بيبتدي يومه من الساعه 5 يبتدي يتحرك. فانت حضرتك لازم تعرف رئيسك بيتحرك ازاي، وانت هتشتغل مع مين. انت مش جاي تشتغل مع رئيس هيصحى لك الساعه 10، لان جهود القياده السياسيه لوحدها يعني مش هتقدر تعمل كل حاجه، فما كانش الباقي هيمشي بنفس السرعه دي والاداء ده مش هنقدر نحس باللي بيحصل في مصر. يعني احنا بنقول رساله لاي محافظ جديد او اي واحد هيجي يمسك، حضرتك لازم تبقى دارس كويس جدا انت هتشتغل مع مين، تمام، الوسط اللي هتشتغل معاه مين. حضرتك السيد الرئيس بيصحى الساعه 5، يبقى حضرتك لازم تكون في نفس التوقيت، يعني لو هتتاخر شويه بتبتدي يومك الساعه 7، تكون في الشارع وتكون مع الناس وتكون في كل حته. يعني لما كان بيفتتح مصانع البتروكيماويات في البدرشين قال حاجه مهمه في ابو رواش، قال انا لو قالوا لي اي وقت تعالى اعمل افتتاح انا هيجي، انا جاهز. فده راجل في الشارع، راجل الناس حاسه بيه ان هو في وسطهم ال 24 ساعه كل يوم. زي ما انت شفتي امبارح كان انطلاق مشروع كمان التامين الصحي الشامل من بورسعيد. المشروع ده المفروض ان هو يكون على تقريبا 25 سنه، هو قال لهم لا من 10 ل 15 سنه. يعني في سرعه في الاداء. فحضرتك لو انت فرحان بمنصب المحافظ، لا حضرتك لازم تدرس المكان والناس اللي هتشتغل معاه، لانه قبل كده الواحد كان عارف انه ممكن يقعد لسنوات في نفس الكرسي في نفس المنصب كده. لكن النهارده اللي مش هيمشي على نفس السرعه فيبقى عندنا وزراء عندناش وقت وحاجات كده، اتولدنا لقيناهم ولحد امتى. دلوقتي لما يقول لك وزير كذا بيجي على بالك القديم مش الجديد. صحيح.